حضرتك على كل لسان بتقول انك كنت عارف المقلب وبتمثل. انا كنت عارف المقلب؟ لا ما كنتش عارف المقلب. اصل الصريخ كان زياده قوي ومونوتون يعني ما كنتش بتقطع يعني. لا خالص المقلب كان يعني انا فوجئت ان انا لقيت العربيه على الجبل وكنا هنتقلب بالعربيه ولا ما كنتش عارف المقلب. طب احنا طلبناك في رمضان اهو اخر اخر الحلقه يمكن. ما انا برضو انا بس انا قلت لهم لما كلموني في الاعداد قلت لهم اوعى يا جماعه يكون البرنامج برنامج. لا احنا عندناش مقلب واحد, احنا عندنا مقالب انت بتقع فيها لوحدك, احنا مالناش دعوه. لا ربنا يستر. عموما سيرتك على كل لسان خلصت وهنطلع فاصل.